انا يبان لي نديروا قانون نقطعوا اليدين، نقطعوا زوج ولا ثلاثه تاع اليدين الفساد يريد، بصح ما نقطعوش للصواره، نقطعوا للكبار نبداو بهم، والله ونقطعوا زوج يدين ولا ثلاثه واحد لاحظ المال يدح على المال الفاسد. نقول لك سيد الوزير حقرتنا وتمشي من هذا المنصب وتبقى في خاطرك الدوام لله، والله ما نسمحوا لكم، نتحاسبوا على غدوه عند يوم القيامه عند خالق السماوات بلا عامده، والله غير نتحاسبوا، والله ما نسمح لكم. درتوا فينا الباطل، حقرتونا، هذه من سنتين وربع شهور و20 يوم من اللي تنصبنا وحنا نهضروا على هذا الباسابور، علاه؟ احنا ماشي جزائريين، جزائريين ونص وربع. شكون دايرين فينا هذا الباطل؟ قلت لكم ماني ساكت، يا تقلعوه يا تقلعون، بصح يظهر لي راكم تذكروا فيا وبيا راكم تذكروا في الشعب. ونطلب رئيس الجمهوريه يتدخل في هذا الامر، وانتم راكم تطعنوا في المؤسسه العسكريه اللي راه حاميه الحدود وحاميتها 100% وكتطعنوا فيها. لو يسمح لي القانون نرفع عليكم دعوه قضائيه على هذا الباسافو. انا يبان لي نديروا قانون نقطعوا اليدين، نقطعوا زوج ولا ثلاثه تاع اليدين الفساد يريد، بصح ما نقطعوش للصواره، نقطعوا للكبار نبداو بهم، والله ونقطعوا زوج يدين ولا ثلاثه واحد لاحظ المال يدح على المال الفاسد. على المال. هذا هو الحساب، ديروا أو ما رجش تمشي، عين نديروا في القوانين، مشات ما مشاتش، بصح يبان لي لو ولينا القصاص الأمور تسقل. الجزائر لاباس بها الحمد لله. أنتم عايشين في الرفاهية لاباس عليكم مهنيين، وعندكم مطار من الأول ومطار من الثاني يجر فيكم والأمن وكذا، والشعب راكم تشوفوا فيه؟ السيد رئيس الجمهورية راه يعافر معكم كل 15 يوم ولا كل أسبوع يدير مجلس وزراء. ومهن المنبر نحييه. يظهر لي ونشوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الجزائر هذه يحصل لان علاه دائما كاين الناس اللي يديروا لك الحجر في الصباط، هاد الناس اللي يديروا في الحجر في الصباط هما المشكله. انا عندي مشاكل كثيره نتكلم عليها. شكرا سيد النائب، شكرا سيد النائب، تفضل سيد النائب، الى عندك عطي كتابين للوزاره الله يخليك. شكرا سيد النائب، تفضل سيد النائب. لا مش موصيني عليك، تفضل.